في إطار الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالته بحماية الصيادين والمحافظة على مصدر رزقهم، قام معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة اليوم بتقديم الدعم والمساعدة التي أمر بها جلالته للصيادين في إطار حرص جلالته على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين. وقد نقل محافظ العاصمة خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، موضحا أن جلالته كان يتابع عن كثب أوضاع الصيادين البحرينيين ويتلمس معاناتهم، حيث وجه جلالته لمد يد العون والمساعدة لهم ولأسرهم. وقال المحافظ إنه يشرفني أن أقدم مساعدة جلالته لكم نظير ما لحق بكم من ضرر فادح وما تعرضتم له من قطع لأرزاقكم وحبس ومصادرة لقواربكم من قبل الجهات القطرية، ما أدى للمساس بأرزاقكم ومعيشتكم. وثمن محافظ العاصمة عاليا دعم ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوها إلى متابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية لملف الصيادين وتلمس احتياجاتهم والعمل على تلبيتها. وأكد المحافظ أن البحرين قيادة وشعبا تقف مع الصيادين البحرينيين وحقهم المشروع في كسب أرزاقهم في أمن وطمأنينة، مشيدا بموقف أعضاء مجلسي النواب والشورى والمؤسسات الأهلية والإعلاميين وغيرهم من الفعاليات المجتمعية وتأييدهم لحق الصيادين في الحصول على أرزاقهم ومساندة جهود الدولة في تأمين هذا الحق. يشرفني أن ألتقي بكم وأبلغكم تحيات وسلام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لكم بالتوفيق، حيث كان جلالته يتابع عن كثب أوضاع الصيادين البحرينيين وما تعرضوا له من قطع لأرزاقهم وحبس ومصادرة لقواربهم ومنعهم من الإبحار في الحدود البحرينية القطرية، وإن جلالة الملك المفدى يتلمس معاناتكم ويعلم من أجلكم، وقد وجه جلالته لمد يد العون والمساعدة لكم ولأسركم. ويشرفني أن أقدم مساعدة جلالته لكم نظير ما لحق بكم من ضرر فادح جراء تلك الإجراءات الظالمة بحقكم من الجانب القطري الذي انتهك مبادئ الأخوة وحسن الجوار وضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الخليجية، ما أثر سالباً على معيشتكم ومس بمهنة الصيد التي توارثتموها عن الآباء والأجداد. الأخوة الكرام، إن البحرين قيادة وشعبا تقف معكم ومع حقكم المشروع في كسب رزقكم في أمن وطمأنينة، وقد أكد ممثلو الشعب والمؤسسات الأهلية والإعلاميون والناشطون موقفهم تأييدا لحقكم ودعما لكل الإجراءات التي تقوم بها البحرين لضمان هذا الحق، وأننا نقدر عاليا توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله وحفظه ورعاه، والتي تصب دائما وأبدا في صالح ازدهار الوطن والعيش الكريم للمواطن، كما نقدر حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس المجلس الوزراء على كل ما من شأنه رفع شأن الوطن والمواطن. ختاما أود أن أبلغكم سلام معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، الذي كان يوجه دوما برصد واستطلاع مشكلاتكم وحلها، وأشكر لكم حضوركم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يجمعنا معاكم على الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لساني عجز، الله طول عمرك. بالبداية ودنا نشكر الله يحفظ جلالة الملك على وقفته من أول يوم، وإحنا نقول يعني في يعني مواصلته أو عندما سمع معاناة الصيادين وهمومهم، عسى الله يحفظه ويطول في عمره يا الله. واللي صار الحين أو الأمور اللي إحنا وصلنا لها، يعني أنا أكلم الصيادين
والكل الحمد لله قاعد يشكر. بيض الله وجهه، عسى الله يحفظه ويخليه حق هالبلد ويخليه دوم ان شاء الله بصحه وسلامه، ومملكتنا ان شاء الله دوم في عز وازدهار باذن الله في حكم ال خليفه باذن الله. سمحنا الله طول عاش الملك، عسى الله يحفظه ويطول في عمره. نشكرهم كلهم سمو ولي العهد، نشكر كل العيله الحاكمه سمو ومعالي وزير الداخليه اللي صراحه كان له دور كبير. حضورنا الاجتماع ذات عقب ذاك الاجتماع الحمد لله الكل مستبشرين خير، واليوم ما هو الا دليل على اللي يعني حضورنا حق قلبي واستبشارنا خير، لان جلاله الملك ان شاء الله ما راح يترك ابنائه، ونتمنى ان شاء الله الخير دوم حق البلد.